السلام عليكم، معكم عبد العزيز من قط قوس مدريد، واليوم معنا أضخم عناوين بلايستيشن 4 لعام 2017. لعبة نيو فريق التطوير تيم نينجا، لعبة الأكشن ار بي جي نيو من فريق التطوير تيم نينجا ونشر كوي تيكمو، هي الأخرى فوتت الموعد في العام الحالي لتنتقل لعناوين العام المقبل، لكن هذه المرة مع تحديد موعد الإصدار في فبراير من العام المقبل في القرن السادس عشر وأثناء فترة الحروب المستمرة في اليابان. راح تلعبون شخصية الساموراي ويليام لمحاربة خطر كبير بتشكل الأرواح الشريرة في اليابان، وراح تقومون بمواجهة مجموعات مختلفة من الأعداء، وراح يتواجد منهم بشريون أيضا، واللعبة راح تقدم بعض الشخصيات اليابانية التاريخية ضمن قصتها أيضا. نيو تأتينا باقتباس من ألعاب دارك سولز وأوني ميوشا بتوجهها وطابعها السوداوي. لعبة كراش بانديكوت ريماستر كوليكشن فريق التطوير فيكاريوس فيجن. شخصية كراش بانديكوت الشهيرة تعود مجددا لأجهزة سوني المنزلية مع حزمة ريماسترات الثلاثية الكلاسيكية اللي صدرت على أجهزة سوني الكلاسيكية من فريق التطوير الشهير ناوتي دوغ، لكن من تطوير فريق فيكاريوس فيجن. الحزمة اللي تم إعلان عنها في معرض E3 من العام الحالي راح تكون عبارة عن ريماستر مطور للثلاثية مع إعادة تصميم للمراحل والشخصيات ومحرك جديد بالكامل. الحزمة راح تصدر في وقت ما من العام 2017، لكن ما زلنا نفتقد العديد من التفاصيل الخاصة بها، ولكنها واحدة من أكثر صدارات البلاي ستيشن ترقبا بلا شك. لعبة جراند تريزمو سبورت سلسلة ألعاب السباقات الشهيرة جراند تريزمو كانت ستحصل إصدار جانبي يرتكز على اللعب على الشبكة. جراند تريزمو سبورت أجدد إصدارات السلسلة واللي تم تأجيلها للعام المقبل، راح يقدم فريق التطوير اعتذار وأكد حاجته للمزيد من الوقت لإنهاء العمل على مشروع جديد. اللعبة راح تكون قابلة للعب على الشبكة ودون الاتصال بها، وراح تقدم ثلاث أطوار وهي طور المهنة وطور السبورت وأخيرا طور الأركيد. اللعبة تحمل وعودا بتقديم محتوى كبير ومستوى تقني وفيزيائي، وهي من ألعاب الدعم لخوذة البلايستيشن في آر للخيال الواقعي إضافة إلى البلايستيشن 4 برو، وسوني تطمح تنظيم بطولات للعبة ضمن فعاليات الرياضة الإلكترونية أو الإي سبورت. آخر لعبة معنا ديت ستراندينج فريق التطوير اللي هو كوجيما برودكشن. بعد خروجه من كونامي لم يطل الأمر حتى يعلن المطور الشهير هيدو كوجيما مع مشروع جديد بالتعاون مع سوني ديت ستراندينج، واللي جذب الأنظار إليه بشكل فوري مع العديد من الترقب للعنوان. لا تزال فكرة العنوان توجه الأساسي غامض، وحتى العرض الأخير اللي حصلنا عليه للعبة من خلال حدث جيم أورز 2016 جعلنا نطرح المزيد من التساؤلات. طبعا العديد من الأسماء الشهيرة في السينما تشارك في العمل اللي يأتينا بتوجه سينمائي وتوجه مختلف عن أي شيء رأيناه سابقا من كوجيما. اللعبة لا تحمل موعد مصدر حتى الآن، لكن مؤكد أن نشوفها في العام المقبل. إذن هذه أربع ألعاب اخترناها لكم، شاركونا بالعناوين اللي ترغبون في الحصول عليها والعناوين اللي لم يتم ذكرها في الموضوع، وتشوفون أنها من الإصدارات المميزة تستحق الترقب. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بمن الله. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء، سترفع قربانها.